لم يكترف للموت ساعة نحره، بل كان مشغولا بسجدة شكره، ورث النبوة والإمامة والتقى، فتقهقرت أسيافهم عن كسره، مذ قال عطشان تصبب وجهه زهرا كأن الماء نفحة زهره. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجة الرادود إلى فنون ومهارة إمتاج الألحان العزائية لا ينفصل عن حاجته إلى معرفة فقه الألحان والضوابط الشرعية لإنتاجها، وكما تلح عليه ضرورة تقديم الأداء الراقي على المنبر سواء بالصوت أو لغة الجسد، تلح عليه ضرورة أن يكون الأداء رصيناً ووقوراً ولا يجنح للمبالغات التي تسلب منه الوقار. ولكي يعيش الرادود القصيدة ومعانيها لا بد أن يكون مثقفاً وواعياً لما يقرأ ومطلعاً على سيرة المعصومين عليهم السلام وعلى رسالتهم. السلام عليكم أيها الحضور والمشاهدون الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجولة الثانية من تصفيات مسابقة وارث الأنبياء، حيث تتواصل المنافسة في هذه الأمسية بين فئة الشباب، والتي يتنافس فيها 5 من المتسابقين ليتأهل منهم 3 للمرحلة النهائية. تمنياتنا لكل المتسابقين الأحبة بالتوفيق والسداد. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أرحب بلجنة التحكيم. الرادود الحسيني عبد الأمير البلادي، والذي سوف يقيم أداء المتسابقين. الرادود الحسيني محمود الإسكافي، والذي سوف يقيم صوت المتسابقين. الرادود الحسيني علي حمادي، والذي سوف يقيم ألحان المتسابقين. وكما أرحب بالشاعر السيد أحمد العلوي، والذي سيقيم نص القصيدة. وبسم الله نبدأ بأول المتسابقين في المرحلة الثانية من المسابقة، الرادود سيد محمود مشعل من قرية جد حفص. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد. طبعا كان يانا في المرحلة السابقة، ما شاء الله عليه، قدم أداء وألحان وتمكن وثقة. هل ما زلت على العهد معنا إن شاء الله في هذه الجولة؟ على بركة الله إن شاء الله تبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة للشاعر سعيد زين الدين. بأبي يا مفردا بين الألوف، بين طعنة الرماح
والسيوف وعليه فاطمة بالعزاء لاطمة وعليه فاطمة بالعزاء لاطمة بأبي يا مفردا بين الألوف بين طعنة الرماح والسيوف درك وعليه فاطمة بالعزاء إلى طمة بالعزاء إلى طمة وجاءت ليلة الآلام والعبر كأن ليلة من أحزانها يضرى أنام هل هذا الشهر في حزن وفاضل حزن لما أكمل العشرة فواسوني بابن اليوم واسوني ألا جارك الله أيا زهرة ألا جارك الله أيا زهرة فواسوني بابن اليوم واسوني ألا جارك الله أيا زهرة من يا ترى قلب الذي يقاسي أنا التي أمامها قد قتلوا بنيها فاتوا إلى عزائي في أرض كربلاء بدمعة تشفع في حشري لساكنيها أشكوهم لربي بدمعتي وكربي من أمة قد قتلت آل النبي فيها فلتقرأوا قلبي السلامة ولتندبوا اليوم الكرامة أنعاءنا وولداه أنتم فصيح وإماما أنتم فصيح وإماما فلتقرئوا قلبي السلامة ولتندبوا اليوم الكرامة أنعاءنا وولداه أنتم فصيح وإماما أنتم فصيح وإماما بأبي يا مفردا بين الألوف بين طعنا الرماح والسيوف وعليه فاطمة بالعزاء إلى طمة بالعزاء إلى طمة وعليه فاطمة
العزاء إلى طمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. طيب الله أنفاسك يا سيدنا الحبيب. يقول وعليه فاطمة بالعزاء لاطمة، كيف تقيم الأداء السيد أحمد العلوي؟ أحسنت وبوركت وطابت أنفاسك سيدنا العزيز، ونحن نقف عند أداء الكلمات. الاستهلال بالنداء يعد من أهم أساليب التنبيه، يعني في اللغة العربية توجد أدوات للتنبيه، ولكن تقنية من أهم تقنيات التنبيه ولفت النظر خصوصاً في البدء حينما تبدأ الكلام هو النداء. تخيل أحداً غير ملتفت وتقول له يا أبي أو يا فلان، سيلتفت إليك، وهذا مدخل جميل محاكاتي للجمهور. ربما في المستهل ورد حرف يلزم الشاعر الإشباع فيه، طبعاً بين طعنات الرماح والسيوف فاعلات فاعلا تو فاعلات، فهنا يحتاج إلى إشباع حرف الحاء، ولكن طبعاً حرفية الرادود تمكن من إخفاء هذا النوع من الإشباع، وتكثر الإشباعات واقعاً في القصائد الموكبية. من جهة أخرى البيت يقول وجاءت ليلة الآلام والعبرة كأن الليل من أحزانها، تركيب جميل، الصياغة لطيفة وخفيفة في اللفظ وفي السياق، ولكن جاءت القافية يضرى، طالع الثقل من جهة، ومن جهة أخرى توجد كلمات مهجورة في اللغة، اللغة العربية توجد كلمات مهجورة، يعني حينما جاء القرآن أحيا كثير من الكلمات والمفردات المهجورة، من مثل كلمة وتلك إذن قسمة ضيزة، مثلا كلمة ضيزة من يستخدمها الآن؟ فهنا كلمة يضرى تكاد تكون من الكلمات المهجورة، وقد استخدمها الشاعر، ولكن ربما لم يوفق إيقاعيا وإن كانت توظيفيا مناسبة. يستخدم الشاعر تقنية التكرار، فواسوني بابني اليوم واسوني، جميل. حينما نزل إلى الوزن من يا ترى يواسي قلبي الذي يقاسي، فأتوا إلى عزائي في أرض كربلائي، قل وهج التركيب الجميل، ومال قليلا إلى الخطابية أو النظمية بعض الشيء. توجد ختاما تقنية جميلة جدا عند الشاعر، أنعى أنا وولداه أنتم فصيحوا وإمامه، جميل، هذه المقابلة تحرك الجمهور، جميل جدا جدا، شكرا. أحسنت سيدنا أبو نور، أقرأ في عينيك كلمات كثيرة يعني. أحسنت سيد محمود المشعل على هذا الأداء الجميل وهذه الألحان. طبعا القصيدة مكونة من مستهل وثلاثة أوزان. المستهل جميل في إحساسه، وكنت أميل لو كان في مطلع أقصر من، يعني لما نقطع بأبي يا مفردا باي نالألوفي متكلف في الرد طويل، يعني عادة لما تكون مدة واحدة يا قتيلا في الطفوف بمدونها شوية بأريحية، صار طويل بالنسبة للمعزين في الرد يعني الجواب. طبعا جميل الرغبة في الخروج من إطار الوزن وتجديد تقطيعه بتقطيع معين لحنيا بحيث أن ما يتأثر النص بهذا التقطيع الجميل في اللحن الأول. طبعا ارتفع في طبقته إلى أعلى ما يمكن في اللحن الثاني والثالث، وصار لزاما على أنه يخفض علشان يرجع إلى المستهل. كان تخلص خلوص جميل وانسيابي، رجوع كان موفق إلى المستهل. أحسنت أبو نور. محمود الإسكافي، كيف تقيم الصوت؟ سيدنا طابت أنفاسك بارك الله فيك، صوت جميل ومؤثر،
وربما اختيار أيضا للحن كان حزينا. أحسنت. المستهل طبعا بالنسبة إلى دخوله كان جيد ومتناسب مع المعزين كان، لكن صوت الجمهور طاغيا على أداء الرادود. ربما كنت سيدنا مبتعد عن الميكروفون طوال فترة الإلقاء، طوال القصيدة. كان ممكن أنك تستخدم هذه الميزة، القرب والبعد، طبعا مهارة استخدام المايك عشان بعد لا تتأثر شدة الصوت، وعشان تقدر تستخدم المايك في أنك تبرز قوة وشدة الصوت. إذا كان الصوت دائما من بعيد راح يبين على أن كان الصوت فيه ضعف. طبعا أنت صوتك مو ضعيف، في قوة، ولكن ربما لم تبرزه باستخدام المايك بصورة جيدة. المرونة أيضا بالنسبة إلى صوتك كانت جيدة، وكان هناك ارتعاش طفيف يمكن في بعض العرب. طبعا كان اللافت مثل ما ذكر أبو نور أن الأداء كان بطبقة الجواب، وكانت مرتفعة، جواب مرتفع مثل ما يسمى جواب الجواب. طبعا كان التحكم لطيف بالنسبة إلى هذه الطبقة بالذات، إلا أن الطبقة كانت رفيعة شوي، وكان في تكلف في واحدة من الرفعات بسبب أنه حاول أنه يؤدي أقصى ما عنده، فكان فيها نوعا ما في تكلف، واضطر أنه يرفع وإيده عشان أنه يبرز الطبقة. لكن التحكم بهذه الطبقة كان ملفت يعني بالنسبة إليك سيدنا. وصلت بالصوت إلى أقصاه، يعني يمكن ما منقول أنه وصل إلى الصراخ وهذا، ولكن كاد أن يصل، ولكن لم يصل، لا أعتقد أنه وصل إلى ذلك. فتوظيفك للصوت كان جيد. طبعا لفتة بالنسبة إلى النغم والعرب الزائدة بالمستهل في البداية أعتقد يحتاج إلى نظر في البداية أول ما بدأت. طبعا تستطيع أن تؤدي وتزخرف بأدائك الصوتي من البداية، ولكن مو أول ما بدأت، عشان أن أنت تكسب أكثر تفاعل من الجمهور، تخفف النغم في البداية وتخلي الأداء نوعا ما يكون يميل إلى الاستقامة في الأداء، عشان أن الجمهور يتفاعل، ما يكون عنده صعوبة في الرد. فهذا الشيء أعتقد أنه ربما يكون أفضل. أحسنت أستاذ محمود. الرادودنا العزيز عبد الأمير. السلام عليكم حبيبنا السيد، يعطيك العافية إن شاء الله، حياك الله يا ابن جد حفص. المشعل سيد محمود المشعل، أشعلت هذه المسابقة واقعا بسلطنتك في الأداء، أداء جدا قوي جبار، إحساس مرهف موفق فيه. اختيار النص يعني أنا ما أتدخل في شغلة السيد، ولكن القالب بشكل عام كله قالب جميل ورائع. لم تكثر في الأوزان حتى يعني على قولتهم كل واحد يعرف حجمه. هذه القدرات اللي موجودة عندي، أنا لو أكثر ربما تقع في بعض الأخطاء. جميل الصراحة، جدا جدا. يعني كانت عندي ملاحظة، أشوف يجب عليك سيدنا التركيز على تعبيرات الوجه. الوجه ما شاء الله قسماته جيدة في العطاء، ولكن تقسيمات الوجه وتعبيرات الوجه لابد أن تكون بما يقتضيه المعنى، معنى القصيدة. يعني الملاحظ إنك بعض الأحيان تهرب عن الميكروفون بشكل كبير، مو قليل بعد، يعني تتباعد بهالكيفية وتغمض عينيك إلى فترة بعد طويلة. أنت في النهاية قاعد تخاطب من؟ يعني مخاطبتك في هذه القصيدة مو للميكروفون، قاعد تخاطب جمهور، حتى الجمهور دائما يندمج معك ويعيش الحدث الذي تطرحه. يجب أن تكون يعني تركز مع الجمهور، الورقة والجمهور
ولغة الوجه يعني تكون واضحة، أما يعني لا يكون في مبالغة في لغة الجسد. لا تعتبر يعني هي حالة من حالات التفاعل أبو حسن؟ احنا نقول أكيد وصل لحالة التفاعل، أنا من بداية قلت أنه وصل لحالة التفاعل، ولكن لا تكون فيها مبالغة، يعني فيه إكثار. إيه الإكثار قد يضر، يعني بالعكس قاعد تخلي المعزي يلتفت إلى حركاتك أكثر من ما يلتفت إلى عطائك، وأنت عندك عطاء ما شاء الله بخامة صوت جدا جبارة. سلام. موفق سلام. إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق لك سيدنا، وإن شاء الله إلى الأمام. السلام على وارث الأنبياء. ومن قرية السنابس ننتقل معكم إلى المتسابق التالي، وهو الرادود أحمد علي الكداد، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أحمد الكداد، طبعا تأهلت ويانا في هذه الجولة أو إلى هذه الجولة، وعطائك في الجولة السابقة كان ما شاء الله رائعا، فهل ستكون كذلك في هذه الجولة؟ إن شاء الله. تمنياتي لك بكل التوفيق وعلى بركة الله تبدأ. السلام عليكم الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. القصيدة إلى الشاعر حسين حبيب. دمعي وهامتي والعين، دمعي وهامتي والعين، في طف كربلاء أنصار، في دوا حق أبو الأحرار، في طف كربلاء أنصار، في دوا حق أبو الأحرار، دمي وهامتي والعين، دمي وهامتي والعين، في طف كربلاء، في طف كربلاء أنصار، في دوا حق أبو الأحرار، في طف كربلاء أنصار، في دوا حق أبو الأحرار، دمي وهامتي والعين، دمي وهامتي والعين. وقف يستأذن حسين بدميع خد يا عمي ارخصني واكشف هذه الشدة، توسل بالبتولة والضليع والعين، وحق طبرة علي والمصطفى جدة، وحق المجتبى وسهم الهوى بنعشا، وحق سم اللي فطر بالطشت جبدا، أريد أرفع لواء العز بيميني، أسيل سيفي ودك باطل وجندة، أسيل سيفي ودك الباطل وجندة، وأحلى من العسل موتي ولا أنظر إمامي بحيرته بين العدا وحده، ذخرني والدي بالتضحية دونك، وانا عازم اوفي بكربلاء عهده،
ذخرني والدي للتضحية دونك وانا عازم اوفي بكربلاء عهدي وانا عازم اوفي ارفع رايتك يا حسين ارفع رايتك يا حسين عفت الدنيا ويا الدار فد وحق ابو الاحرار عفت الدنيا ويا الدار فدوى حق ابو الاحرار دمي وهامتي والعين دمي وهامتي والعين في طف كربلاء في طف كربلاء انصار فدوى حق ابو الاحرار في طف فدوى فدوى حق ابو الاحرار دمي وهامتي والعين دمي وهامتي والعين صل على محمد وآل محمد طابت انفاسك يا ابن الكداد ما شاء الله لحن يعني بسيط متسلسل بس ما أدري أخونا علي حمادي وش يقول عن اللحن. بداية طيب الله أنفاسك رادود رادودنا العزيز أحمد علي الكداد. طبعا مستهل بدايته موفقة جدا. تمنيت لو ضبط القفلة أكثر يكون في النهاية يعني لا يكون في هناك ربكة أو ارتباك عند الحضور لما يردد يعني مثلا في طف كربلاء انصار فدوى حق ابو الاحرار في طف كربلاء انصار فدوى حق ابو الاحرار فدوى حق ابو الاحرار مثلا هني خلاص عرفوا ان هذه قفله المستهل كنا نرجع نرد نرجع إلى دمي وهامتي والعين كأنما المستهل في حلقة مفرغة ما تنتهي يعني دائما الترديد للمستهل لابد أن نهتم إلى موضوع القفلة طبعا اللحن جميل لحن الأداء الفردي كان جميل يحتاج لطول الفقرة إلى جهد أدائي أكبر علشان ما يكون رتيب شكرا أبو نور محمود الإسكافي كيف تقيم الصوت؟ رادودنا أحمد طابة الأنفاس بارك الله فيك أداء طيب كما العادة نبدأ بالدخول بالنسبة إلى المستهل كان جيدا ربما كان أيضا أول دخول فيه ارتباك وفيه اضطراب بيّن ذلك قليلا في جمال أثر قليلا على جمال النغمات الصوتية في البداية وبعدين حاول أنه يتحكم بالصوت أكثر طبقات القصيدة الأساسية ارتكزت على طبقتين أساسيتين ارتفاع طفيفة نزول طفيف مثل ما نقول تغير في الوزن أي أيوة نقدر نقول أنه هذا اللي نسميه بالسهل الممتنع ارتفاع بسيط ونزول بسيط بدون أي مجازفة بدون أي مغامرة في الأداء بالنسبة لمرونة الصوت أعتقد هذه النقطة الأساسية اللي تحتاج طبعا محاولاتك كانت جيدة وطيبة لكن أعتقد هذا أهم مهارة أو أهم خاصية في خصائص الصوت تحتاج إلى أنك تنميها وتركز عليها عشان يكون تطوير هذه الخاصية يخليك تتحكم أكثر بالزخارف والعرب لأن في بعضها صار فيها شرود شوي وكنت بعضها تضغط على روحك عشان تجيبها وكانت تجي صح لكن تحتاج إلى جمال أكبر جمال أفضل طبعا مثل ما ذكرت صوتك بعد جميل
تحتاج أن تكون أكثر تفاعلاً، ربما بالدفع أكثر بالصوت، باستخدام بعض المهارات، الهمس، ارتفاع قليل، مثل هذه. شكراً أستاذ محمود. الكلمات كيف تقيمها سيدنا؟ أحسنت وبوركت وطابت أنفاسك رادودنا العزيز أحمد. جميل أن يكون الدم والهامة والعين هم أنصار في كربلاء. استطاع الشاعر من المستهل أن يجسد الأشياء المجردة أحياناً، يعني وما توحي إليه، يعني الدم يوحي إلى الفداء، هو جسد الفداء، هذا الفداء، هذا الكيان المجرد هو نصير من أنصار الحسين 73، والهام أيضاً والعين كذلك، وكل ما توحي له كل مفردة على حدة. هذا جميل، وهذه إضافة إلى المستهلات، يعني هذا معنى جديد أضافه الشاعر إلى المعاني المكررة الموجودة عندنا في بعض الأحيان. ربما القصيدة على قصر أبياتها حشد الشاعر فيها أسماء كثيرة، أسماء الأطهار المعصومين، البتولة، علي والمصطفى، جدة، المجتبى. جميل، المعنى جميل، ولكن قصر الأبيات لا يستوعب تحشيد أسماء كثيرة أو شخوص كثيرة في مساحة قصيرة. هذه الأشخاص لكل شخصية، لكل اسم له دلالة، له دلالة وإيحاء يوحي إليه. يعني الشاعر يأخذ ذهن المتلقي عن علي، خلاص الشجاعة موجودة، المصطفى، السماحة، النبوة. هل البيت الواحد يستوعب هذه الفواعل، تسمى في النقد الحديث الفواعل، هذه الشخوص والمواضيع الموجودة؟ هنا تحتاج يعني إلى إعادة نظر بعض الشيء. التضمين جميل، وأحلى من العسل موتي ولا أنظر، حينما قال له الحسين يا كيف الموت عندك، قال يا عم فيك أحلى من العسل. هذا جميل، اختيار القافية، قافية جديدة، خدة، شدة، جدة، وحدة، عهدة، قصيدة موفقة، وكل التوفيق إن شاء الله. أبو حسن، كيف تقيم الأداء؟ عافاك الله يا ولد الكداد، حبيبنا أحمد علي، الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفك دائما في الطليعة. أداء جدا موفق إن شاء الله. ببدأ وياك في التركيز، كان تركيزك جدا عالي من بداية المستهل إلى القفلة أو التسليم إلى المكسر مال القصيدة، فكنت موفق في هذا من هذه الناحية. هناك جوانب أيضا يعني وفقت فيها، معرفتك القصيدة كانت يعني قصيدة تقدر تقول عنها ثورية أو فيها تقدم وعطاء وفداء. لعلي أختلف وياك في يعني في نوعية اللحن حتى يطلع العطاء والأداء. القصيدة بقدر ما فيها بطولية، لو كان اللحن يعني حتى يطلع الأداء، أنا أدائي ما راح يطلع في كلمات ما تنسجم ويا نوع هي اللحني. لو يعني رحت في دمي وهاميتي والعين، مثال عادي يعني، أنا أعطيك شلون أنت راح تعبر عن مشاعرك وعن راح تطلع لغة الجسد ولغة الوجه والعين، وكل حركاتك راح تكون بارزة في هذا اللحن. عاد مو اللي أنا قلته، إن شاء الله أنت أهل لذلك أن تستطيع أن تلحن أكثر من هذا، أجمل من هذا اللحن. يعني ما شاء الله أيضا وقوفك وحضورك على المنصة حضور موفق، ويقعد يلقي بكل أريحية بثقة. يمكن أبو حسن يعني على النقطة اللي أثرتها الآن، لربما يعني إذا كان اللحن جاهز قبل الكلمات قد يقعوا في هذه المشكلة، لأنه ممكن هو مرتب لحن بينما الشاعر صاغ عليه كلمات حماسية وثورية. ممكن يعني هو قاعد الحين كلمات أحسها يعني حزينة، اللحن حزين. نعم. على يعني لحن كان أول كلمات. لحن أول أنت سويته، كلمات أول. يعني إذا ملاحظتك في مكانها، بما أن الكلمات يعني جاهزة استلمها،
وكان المفروض يلحن عليها لحن شوي حماسي. شكرا. بشكل وبآخر الصراحة ما قصرت وكنت موفق. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك أحمد الكداد، وإن شاء الله للأمام نشوفك، سدد الله خطاك على خطى وارث. السلام على وارث الأنبياء. جاء الآن دور المتسابق الرادود يوسف خليل حمادي من قرية البرهامة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا يوسف حمادي هم من قراء القرآن، هم يعني عنده خامة صوتية ما شاء الله، وقد أجاد في المرحلة السابقة، ولا نعلم ماذا سيقدم لنا في هذه الحلقة، فإن شاء الله متهيأ ومتفائل ومتفاعل وكلك ثقة إن شاء الله. قول إن شاء الله بأريحية وعلى بركة الله تبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. القصيدة للشاعر الأستاذ علي العنيسي. موكب الأربعين دمعة وحنين، موكب الأربعين دمعة وحنين، وحسيناه صرخة الثائرين، وحسيناه صرخة الثائرين. موكب الأربعين دمعة وحنين، موكب الأربعين دمعة وحسينا صرخة الثائرين، وحسينا صرخة موكب الأربعين، موكب الأربعين دمعة وحنين، موكب الأربعين، موكب دمعة وحنين، وحسينا وحسينا صرخة، وحسينا وحسينا صرخة الثائرين، بعد وحسينا وحسينا صرخة الثائرين. كربلاء وشلون اطوب ارضك يلي يطفوف، وانع حالي يا ارض الفجيعه، زينب مالي والي، آني زينب مالي والي مالي والي. كربلاء وشلون اطوب ارضك يلي تفوف، وانع حالي يا ارض الفجيعه، آني زينب مالي والي، آني زينب آني زينب مالي والي. والعذاب ويا المصايب تحكي عني في الليالي، وحدي بأطفالي وحرم
كم يفجعونا بكل غالي بكل غالي. احنا ردنا بحزن ما حد إلي ولا أبو قالي راسك يبطول الدروب يا أخويا يا أحسن بالعوالي بالعوالي. والجسد فوق الثرى والجسد فوق الثرى ويب وسط دمعي وبخيالي واذكر تلوي الألم كلها بعيوني وعلى بالي وعلى بالي وعلى بالي. واقفة عتل وانحب والخيم بالنار تلهب واقفة واقفة عتل وانحب والخيم بعد واقفة واقفة والخيام 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 بالنار والخيام ويا متربك اجاتك يا الأخو مني إليك عذري نريد راسك لجي اسمك يا البطل يا ستري وذخري يا لي معفر لضم راسك وسط أحضاني وحيجري عساكرهم تدوس بخيلها صدرك يا ضيع عمري تدوس بخيلها صدرك يا ضيع ويم تربك اجيتك يا الأخو مني إليك عذري نريد راسك لجسمك يا البطل يا ستري وذخري يلي معفر لضم راسك وسط أحضاني وحيجري عسى كرهم تدوس بخيلها صدرك يا ضيع عمري تدوس بخيلها لا غسيل يا خويا ولا جفين يلمك لا غسيل يا خويا ولا جفين يلمك دامع الترايب والدمع لجسمك دامع الترايب والدمع. استمع إلي أنا جيت أضمك استمع إلي أنا جيت أضمك واشكي لك مصابي وبالنحر أشمك واشكي لك مصابي وبالنحر. لا غسيل يا خويا ولا جفين يلمك لا غسيل يا خويا ولا تشفين يلمك دامع الترايب والدمع على جسمك. استمع إلي أنا جيت أضمك استمع إلي أنا جيت أضمك واشكي لك مصابي وبالنحار أشمك واشكي لك مصابي
وبالنحار أشمك موكب الأربعين دمعة وحنين موكب دمعة وحنين وحسين صرخة وحسينا وحسين وحسينا صرخة الثائرين صل على محمد وآل محمد يوسف حمادي ما شاء الله أداء رائع وصوت جميل وطيب الله أنفاسك واقعا يعني أحسست ما أدري إذا أحسس يعني حس وياي الجمهور نفس المشاعر أو لا بأن يعني الأسلوب هو أسلوب كذلك علي حمادي يعني واخذ ما شاء الله شجي وحزين ولكن يسمح لي أخي العزيز علي حمادي أن أستثنيه في هذا التقييم بحكم القرابة والصلة وسوف أبدأ من أخي العزيز عبد الأمير البلادي ليقيم اللحن والأداء العزيز الرادود يوسف حمادي جزاك الله خير الجزاء على هذا العطاء وهذا الأداء هذا العزاء إن أردت أن أقيم اللحن وتناسقه وجماليته فهو في الواقع ينبع من الحرقة واللوعة التي خرجت من مشاعرك تجاه هذه القضية رجوع السبايا أنا ما أقدر صراحة أعبر عن مشاعري تجاه أو حتى أقدر أقيم الحبيب يعني بعض الأحيان نتجرد عن العرب ونتجرد عن المقام ونتجرد عن اللحن إذا يصل الأداء يعني من المتسابق لهذا الحد الاحترافي ما نقدر نقول إن إحنا واقفين في مسابقة أبداً تجرد الرادود يوسف من أن يكون في مسابقة وجعل نفسه في موكب عزائي وتخيل قافلة السبي وقد أنشد بقصيدته بحزن وألم وحرقة ولوعة فسبك التركيب في مقامها ولحنها وكل شيء جزاك الله خير الجزاء وفقك الله أكتفي شكراً أبو حسن الرادود محمود الإسكافي كيف كان الصوت؟ بارك الله يا يوسف طيب الله الأنفاس ما شاء الله صوت جميل ومؤثر أداء لطيف جدا بالنسبة إلى النواحي الصوتية الدخول المستهل كان أعتقد به تردد طفيف ربما أعتقد باختيار الطبقة هل هذه الطبقة اللي أنت كانت تناسبك ولا الطبقة كان مفترض تجيبها بشكل أرفع واضح أن الطبقة كانت أقل رغم أنها كانت متناسبة نوعا ما مع المعزين إلا أنها كانت نوعا ما أخفض ربما بدرجة أو تون واحد فكان من المفترض أن تكون بطبقة أعلى لتكون أكثر على رغم التأثير الموجود في هذه القصيدة والإحساس الذي يمتلكه يوسف إلا أن الطبقة لو كانت بتون أعلى لو كانت تأثيرها أقوى يعني إذا كان تأثير 50% راح يكون 90 إلى 100% إذا كانت الطبقة هذه أعتقد أن هذه الطبقة كانت العامل الفارق من المستهل إلى القصيدة كامل أعتقد أيضا تأثر أداء الرادود يوسف في القصيدة بسبب عدم اختيار الطبقة المناسبة اللي المفترض هو يبدأ بها خصوصا في الألحان الأخيرة بعد يعني بين صحيح الزوف. صحيح فهو المفترض يرتفع خصوصا في الأخير في الأوزان الثانية لكن صار يمكن الاختيار أثر عليه
في القصيدة. يعني بالمناسبة يعني أستاذ محمود، الرادود يوسف يمتلك الطبقة اللي يروح فيها أكثر، يعني واضح أنه يمتلكها. نعم صحيح، ولكن ربما لم يحصل اختيار الطبقة في البداية، ولكن يبدو أنها في مجالها الصوتي أساسا. بالنسبة طبعا إلى الصوت، ما لا تعليق صراحة، صوت رائع وخامة، لها مستقبل واعد جدا، صوت شجي كما ذكرت أخي أبو مصطفى، وأداء حزين كذلك. بالنسبة إلى الزخارف الصوتية، واضح أن يوسف متمكن بدرجة احترافية في الزخارف الصوتية، يمتلك مرونة هائلة يعني ما شاء الله. هذا من كله من بركات يعني تعلمه في القرآن، يعني قراءة القرآن أعتقد لها تأثير كبير. تأثير كبير. ركوزاته كانت بالغالب سليمة، شدة الصوت أيضا كانت جيدة، لكن وضح عليها تأثير الطبقة في البداية. أعتقد تمتلك أكثر من هذا الأداء، أداء راقي، أداء جميل، لكن تمتلك أكثر من هذا الأداء. ولكن رغم ذلك كان الإحساس جدا عالي. بارك الله فيك. سيدنا كيف تقيم الكلمات؟ أحسنت وبركت يا رادودنا العزيز يوسف. موكب الأربعين دمعة وحنين وحسيناه، صرخة الثائرين، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين. قصيدة لوحة من الألم والشجا والحزن، أبدع الشاعر في رسم هذه المشاعر وحولها إلى كلمات على الورق، خصوصاً أن القصيدة كتبت إلى مناسبة تعد من أفجع المناسبات طوال العام، يعني قصيدة رثائية بامتياز. ربما يؤخذ على النص اعتماده بشكل كبير على القوالب الجاهزة، يعني كان من الأفضل أن يستثمر الشاعر هذه القوالب الجاهزة، وسأتلو بعض من هذه الجمل الموجودة. كان بإمكان الشاعر أن يستغل ربما ربع إلى ثلث النص في التركيز على الموضوع وطرق مساحات جديدة في واقعة وفاجعة الأسر وفاجعة الأربعين. يقول: مالي والي، يعني تكررت كثيرا في القصائد السابقة، وحدي بأطفال وحرم. يقول: والجسد فوق الثرى، أن نرد راسك لجسمك يا المعفر، دوس بخيلها صدرك، دامع الترايب والدمع لجسمك. يعني كان بإمكان الشاعر أن يتخلص قليلاً من المكرورات الموجودة في القصائد الحسينية السابقة ويفتح آفاق جديدة في النص. شكراً لكم. شكراً سيدنا، وطيب الله أنفاسك يوسف، وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله قدامك الموكب، وقدم فيه ما تستطيع على بركة الله. موفقين إن شاء الله. السلام على وارث الأنبياء. أيها الأحبة، نستقبل رابع المتسابقين، الرادود الحسيني مصطفى علي من منطقة النعيم. حفه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعاً الأخ مصطفى علي معروف بأدائه، عرفنا أو عرفنا عنه في الجولة السابقة، متمكن جداً وواثق، وقدم عطاء أهله لأن يكون معنا في هذه الجولة. وأعتقد أن مصطفى علي راح يقدم لنا الليلة عطاء أكثر قوة وتفاعل وجاذبية كما عهدنا. هل أنت على العهد إن شاء الله؟ على بركة الله، موفقين إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. القصيدة للشاعر الأستاذ أحمد رضي. من هو الذي يوصي الخبر للغاضرية، يخبرهم بدار الغروب ماتت رقية؟ من هو الذي
يوصل خبر للغاضرية يخبرهم بدار الغروب ماتت ماتت على الراس وينك يا عباس ماتت على الراس يلا منه الذي منه الذي وصي الخبر للغاضري خبرهم بدار الغروب خبرهم بدار الغروب ماتت ماتت على الراس ماتت على الراس وينك يا عم ماتت على الراس وينك يا عباس أنا لو جيت لك حبيبي أحبك من صدق ولو قلت مشتاق والله بشوق قلبي محترق أنا لو جيت لك حبيبي أحبك من صدق ولو قلت مشتاق والله بشوق قلبي محترق يا الهوى الأتنفسه ودونك طبيعي أختني حسين خليني على بابك غير بابك ما أدري حسين خليني على بابك غير بابك يا الأعز حتى من أمي وأغلى من روحي ودمي أذكرك أكثر من اسمي وأنت نور العين كنت ضايع والتقيتك مدري عاد امتى هويتك ومن هويتك ما نسيتك أعشقك يا حسين يا الأعز حتى من أمي وأغلى من روحي ودمي أذكرك أكثر من اسمي وانت نور العين وكنت ضايع والتقيتك مدري عاد امتى هويتك من هويتك ما نسيتك أعشقك يا حسين أعشقك يا حسين ومدري شي مضيع أنا قلبي وحواسي كربلة وليلي ونهاري أحن وأدري إن صعبة المسألة ومدري شي مضيع أنا قلبي وحواسي كربلة وليلي ونهاري أحن وأدري إن صعبة المسألة وياخذني الدمع وأذكر وانفجع
مشتاق انا لحسين ربي وصلني الى محتاج انا لحسين والزياره كربلاء محتاج انا لحسين والزياره ياخذني الدمع واذكر وانفجع مشتاق انا لحسين ربي وصلني الى محتاج انا لحسين والزياره كربلاء محتاج انا لحسين والزيار منه الذي وصل خبر للغاضريه يخبرهم بدار الغرب ما تترقى منه الذي وصي الخبر للغار خبرهم بدار الغروب ما تترقى ماتت على الراس وينك يا عب ماتت على الراس وينك يا عباس صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد طابت أنفاسك يا مصطفى ما شاء الله تمكن وأداء وأخونا علي حمادي ماذا يقول عن اللحن طيب الله أنفاسك مصطفى على هذا الأداء الجميل ابتدأت بمستهى الموفق جماهيري فيه من الشجن الكثير طبعا يتفاجأ الحضور والمستمع أن على طول رحت لفكرة ثانية طبعا لتخصص السيد كان من الجميل أن لو كان في هناك ربط يعني أكيد من المؤكد أن في فقرة ثانية فيها عن السيدة رقية تناسب المستهل يعني عموما سلاسة الانتقال بين الألحان جميعها كانت فريدة من نوعها وكانت تمثل لوحة فنية جميلة جدا ألحان مدروسة الدخول للحن والخروج منه كذلك مدروس بشكل جيد طبعا لاحظنا في هناك عدم ترابط بين الرجوع بين الألحان والرجوع إلى المستهل عدم ترابط بسيط جدا يعني بس ملحوظ الأمور كلها تمام بما يخص اللحن شكرا أبو نور الأخ محمود الإسكافي كيف تقيم الصوت عزيزي مصطفى علي بارك الله الأنفاس طابت أنفاسك طبعا نبدأ بدخول المستهل جدا موفق اختيار طبقة متناسبة مع أداء المعزين أعتقد كان لو ميز الشطر الثاني من المستهل ماتت على الرأس وينك يا عباس بطبقة مختلفة عن طبقة الشطر الأول إلى المستهل سواء كانت أرفع أو بطريقة أخرى أعتقد الرفعة كانت مناسبة خصوصا في ارتفاع ولكن بسيط جدا غير ملحوظ بس عشان انه يكون ارتباطه مع المعزين اكثر ويشدهم اكثر خصوصا انه فيها نوعا ما نداء في وينك يا عباس فلو كان فيها نوعا ما فيها قوه في الاداء لكان اعتقد راح يكون اميز واوضح واكمل دخول القصيده كان من البدايه كان بهدوء وبهمس وكان طبعاً مصطفى يتدرج بالطبقة شيئاً فشيئاً ما صعد صعود كبير ولكن كان يتدرج بالطبقة مرونة الصوت كانت جيدة ولكن ربما لم تبرز بشكل كبير رغم أن صوتك يبدو أنه مرن لكن
ما أبرزت هذه القدرة في صوتك إلا في لحظات معينة أو في بعض الـ الكلمات اللي مفترض ما تجيب فيها النغمة تجيبها مثلا في الأخير أو هذا، يمكن كان ما في حسن اختيار في وين أنك تأتي بالزخارف الصوتية بعض الحالات وليس كلها. فالصوت موجود في مرونة، فخلنا نقول يحتاج بعض الأماكن إلى تلوين القفلات مثلا، إشباع سماع المعزين ببعض النغمات الجميلة، طبعا أكيد بدون أي مبالغة عشان القصيدة تصل بصوت أقوى وأجمل. طبعا مصطفى تمكنت بشكل ممتاز من الركوز في الأخير والرجوع إلى المستهل بشكل طيب، بارك الله فيك. أحسنت أبو حسن، ماذا لديك بالنسبة للأداء؟ هلا بأهل النعيم، حبيبنا العزيز الله يحفظكم يا أخ مصطفى علي على هذا الأداء وعلى هذا الإحساس. أنا الصراحة أطلق عليه يعني فارس على المنبر، أمانة يعني فارس بمعنى الكلمة، تمكن بجميع الأمور يعني من جميع النواحي. إن جيت إليه في دخوله إلى المستهل كان يعني تسليم المستهل إلى الجمهور، وبشكل كبير كان التفاعل وياه. متى يكون هذا؟ مو شرط يكون مستهل جميل ككلمات وككلحن، ساعات يعني الأداء هو اللي يفرض هذا الأمر. يعني لو كان اللحن جميل ولو كانت الكلمة جميلة ولكن الأداء غير جميل لن تجد هذا التفاعل أمامك. يعني فيعني عنده هذه الثقة اللي على المنبر، يعني ثقة جدا عالية تنم عن تمرس وخبرة عالية في هذا المجال، مجال الخدمة الحسينية. طبعا العلم أبو حسن يعني مصطفى يعني مو مبتدئ، يعني عنده خبرة. يعني احنا نقول اكيد مو مبتدئ، وانا مشارك وياه اعتقد في وفاة او ليلة الثامن، يعني ليلة الثامن، وشفت الحضور شلون كان التفاعل وياه. بس الان احنا في محفل مختلف قاعد نقيم هذا الأداء وهذا العطاء، نشوف إن واقعا حضور على المنبر حضور موفق، لغة الجسد كانت لغة موفقة، أيضا تعابيره وتحاكي القصيدة، هذا شيء مهم إن القصيدة يعني تكون مترابطة مع لغة الجسد، مو أنا أشر على عيوني وأقول كلمة أو كلمة عن شيء ثاني يعني. فواقعا أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله إلى الأمام يا أخونا العزيز مصطفى. حسن قبل أن تنتهي، يعني بما أنك تحدثت عن لغة الجسد، فأتمنى أن يعني لو توضح الفرق بين لغة الجسد وبين التمثيل على المنصة وعلى المنبر. التمثيل هو المبالغ، التمثيل أنك قاعد يعني تمارس كل كلمة زين، أنت في النهاية رادود، الرادود وظيفة الإلقاء، إلقاء بالصوت. أنا مو وظيفتي أنا أمثل، إنما بعض الأحيان أحتاج أني أنا أحرك، هذه لغة الجسد، أحرك يدي، أشر مثلا على عيوني، أشر على كفي بطريقة أخرى زين، تكون مواكبة ومطابقة مع الكلمة بحيث لا تكون يعني يعني تتحاكى مع الكلمة، ولا يعني تصل إلى درجة التمثيل. لا لا أكيد التمثيل هذا يكون شيء مبالغ وغير محبوب. كلمة للسيد أحمد. أحسنت وبوركت وطابت أنفاسك رادودنا العزيز مصطفى. طبعا قصيدة تتناول موضوع الولاء والحب والعشق الحسيني الذي حير الجميع وابتلى به ابتلاء حسنا كل من عشق الحسين عليه سلام الله. طبعا هنا كما تفضل أبو نور، يعني المستهل فيه خصوصية عن السيدة رقية عليها سلام الله، وحينما يكون المستهل مختص بموضوع ربما يكون محدد أو ضيق بعض الشيء، ينبغي أن تأتي الفقرات كلها في وحدة هذا الموضوع. غالباً المستهل يكون شوي فضفاض وفيه عمومية أكثر ليشمل مواضيع الفقرات التي ستلقى. يوجد بعض التذبذب في مستوى الخطاب هنا، مثلاً الاستهلال يقول أنا لو قلت لك حبيبي إيه أحبك من صدق
يعني هذا الخطاب يحتاج شوي إلى إعادة صياغة ليناسب مقام المخاطب. يوجد بيت آخر فيه ما يطلق عليه في علم العروض التدوير. التدوير هو أن تأتي بكلمة منقسمة بين شطرين، بين الشطر الأول والشطر الثاني. هنا ينبغي على الرادود والشاعر أيضاً أن يحسن اختيار هذا التدوير، أحياناً لا يكون موفقاً إذا لم يأمن الوقوع في اللبس، اللبس في المعنى. يعني يقول هنا حسين خلنا على بابك غير بابك ما أدق، هذا ما في تدوير. البيت اللي يقول يا الهوى أتنفس ودو نك طبيعي أختنق، طبعاً ورد في الليالي الماضية أكثر من متسابق استخدم التدوير طبعاً، وربما لو يتسع الوقت لتحدثنا كثيراً عن التدوير، وأيضاً حتى حاكينا بعض السياقات القرآنية. يعني الوقوف انفصال الكلمة قصدك؟ نعم، انفصال الكلمة، مثلاً الضربة أو اللطمة تأتي بالكلمة ونصف من الكلمة الثانية، أحياناً يستقيم المعنى وأحياناً لا يستقيم المعنى، يكون لبس يتغير المعنى، وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم أيضاً. على أي حال يوجد أيضاً في البيت مدري شمضيع أنا قلبي وحواسي كربلة، طبعاً هنا كلمة أنا زائدة في السياق، بما أنك استخدمت الضمير الياء قلبي، إذا المخاطب أو المتكلم هو أنا، فأنا هني زائدة، مشتاق أنا لحسين، خلاص مشتاق لحسين، ربي وصلني إلى، وكذلك محتاج أنا لحسين. قصيدة تنضح بالولاء والحب. شكرا لكم. أحسنت سيدنا، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك مصطفى مرة أخرى، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وكل السداد. السلام على وارث الأنبياء. ننتقل معكم إلى آخر المتسابقين، وهو الرادود نادر السجاد من قرية السنابس، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعاً الأخ رادود نادر يعني عرف بأدائه وتمكنه، و يعني خلينا نقول عنده بحث صوت في الجولة السابقة مكنت وأهلت إلى أن يكون معنا هذه الليلة، وأعتقد أن لديه شيء قد يكون مميز إن شاء الله. أتمنى، أنا ما أدري، لكن أتمنى أنه يكون مسك الختام. فهل لديك هذه الثقة نادر؟ بإذن الله، على بركة الله، تفضل. السلام عليكم والحضور الكرام، اللجنة الكريمة، تحياتي. الشاعر الكريم خادم الحسين ميثم الحسيناوي. حسين قضيتي، حسين عقيدتي، حسين يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، حسين قضيتي، حسين عقيدتي، حسين يا أبا عبد الله. يلا بعد مرة. حسين قضيتي، حسين عقيدتي، حسين يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. كون اللي يحب منك القلب مو يبكي بس بعاشور، للخادم اللي يخدم صديق شقد بيه قيمة الماجور، للي تحب بيضل وفي وانذر لقربان انذور، من بيتك وانوي إلى
من بيتك وانوي الى مو شرط بالحضر تزور للي تحب ضيل وفي وانذر لقرباني انذور من بيتك وانوي الى مو شرط بالحضر تزور لحسين قدم ما يصح لحسين قدم ما يصيح قل لا أحس جرحك بي تتوفقي بكل خوط ولك تتفوقي بكل خوط ولك تحس بالعزا روحي ما ينسى اسمك للأبد ما ينسى اسمك للأبد لو تذكري المسبية لو فاطمة بهذا الوقت لو فاطمة بهذا الوقت تبني له حسيني حسين يا كعبتي حسين يا قبلتي حسين يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة اخدم لوادمتي سوى يا رحمة الله الواسعة اخدم لوادمتي سوى اخدم أضل خادم إليك ما دام لي الخدمة هو عطشان صدر لاطمتك عطشان صدر لاطمتك بس بعزائك يروى ولساني لو ما يذكرك ولساني لو ما يذكرك يتوارد ويلقاه وحسين قضيتي حسين عقيدتي حسين يا أبا عبد الله في الحمد صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد طيب الله أنفاسك يا نادر السجاد وبارك الله فيك وأنتقل إلى لجنة التحكيم والرادود عبد الأمير البلادي ليقيم الأداء عافاك الله يا حبيبنا السجاد حيا الله أخ نادر وفقك الله لكل خير إن شاء الله ما شاء الله على المنبر تنظر بعينيك الثاقبة وتأتي بهذا الأداء الرائع كل التوفيق إليك إن شاء الله كنت موفقا مارست يعني جميع المهارات من ناحية الإخراج إخراج الصوت صوتك رخيم ما شاء الله هناك يعني خلينا نروح بعد ويا الجاذبية اللي عندك جاذبية ما شاء الله رائعة نقلاتك حلوة اللهم يعني هذه الملاحظة يمكن يعني يسوقونها بعض الإخوة يعني النقلات انت لازم رادود انا اول ما اركب على المنصة الثقة لا تاخذني ازيد من اللازم حتى لا اقع في المحذور طبقة لأن الطبقة بتأثر عليك وأثرت عليك واقعاً وشفتها أنت انتقلت فأنا أنصحك دائماً وأبداً أنصح نفسي وجميع الخدام بأن احنا لما نكون على المنصة لازم نكون حافظين الطبقة لأن الطبقة هي اللي بتخليني أكون في بر الأمان إلى نهاية القصيدة موفق إن شاء الله الأخ محمود كيف تقيم الصوت؟ أخونا نادر السجاد بارك الله فيك طابة الأنفاس صوت قوي وأداء طيب صوت مميز احنا عندنا في القرآن أيضا يسمونه صوت أغن أو خيشومي في يعني الصوت يخرج نوعا ما من الخيشوم ربما هناك سلبية تكون هنا يمكن تكون إيجابية في حلاوة في حلاوة يعني طبعا طبقة المستهل كانت جيدة ومتناسبة لكن أعتقد كانت الطبقة اللي ما يمكن نادر ما كنت بجيب هذه الطبقة بجيب أرفع وهذا يمكن تبين في بعد الإعادة واضح أنه تفاعله ارتفع مع إعادة المقطع الثاني
بين انه ارتفع في الطبقه تغيرت الطبقه. انا قلت يمكن هو نسى الطبقه بس بعدين لما جاب المقطع الثاني قلت له ربما يبغى يبين ان لديه ارفع. لا كان في اختلاف في الطبقه يعني. فيها ارفع هي كانت ارفع اي كانت ارفع فواضح لان كان النقله مي صحيحه يعني النقله بهذه الطريقه بلى. مي سليمه صوتيا لازم تكون يعني لو كانت رفعة كانت ببين على نفس السلم كانت خارج عن السلم فكان واضح ان الطبقة مي هذه اللي اراد بها نفس ما كان عندنا في حالة يوسف حمادي صار نفس الاختيار في البداية لم يكن نوعا ما موفقا هو طبقة مناسبة الجمهور تفاعل معه لكن هو بالنسبة إلى ما كان مرتاح مع الطبقة يبغى يرفعها يعني أكثر عشان في الطبقة الأعلى كان لكان أدى يمكن أكثر إيه ولو لاحظنا بعد كذلك أن الطبقات الصوتية كانت ثابتة في الطبقة يعني عندنا تقريبا هنا فقرة فقرتين ثلاث كان الأداء الصوتي ثابت الزخارف ثابتة كنت تحتاج إلى شوية من التنوع في بعض الزخارف عشان تضفي أنك انتقلت من فقرة إلى فقرة أخرى طبعاً هذه أتوقع كانت فقرة وتجيب المستهل فقرة وتجي فأنت حاولت أنك تجيب أكثر من فقرة مع بعض لكن عشان إحنا بعد نحس أن في نقلات في تنوع في الطبقات لكسر الجو فموفق إن شاء الله. شكراً أستاذ محمود. أستاذ علي حمادي كيف تقيم اللحن؟ جميل المستهل في تركيبته البسيطة اللحن طبعا يندرج في خانة إن صح التعبير البعض يسميها فتحة عزة أو بعضهم يسمونها موشح تاحية أو موشح فيعني بسيطة تركيبتها غير معقدة اللحن الأداء الفردي كذلك من النوع البسيط جدا غير متكلف يعني اللحن متجانس مع المستهل ما شعرنا هناك في فرق يعني طبعا كنت أتمنى أن يكون رادودنا العزيز أكثر ثقة وتفاعل يعني قدر أنه يوظف هذا اللحن في اندفاع جميل أكثر مما أعطانا راح يكون أجمل أكيد أجمل وأجمل بالتوفيق إن شاء الله دائما إلى خدمة الحسين. شكرا أبو نور. سيدنا بدأت بك وأنتهي عندك. أحسنت وبوركت عزيزنا رادود نادر السجاد حسين قضيتي حسين عقيدتي جميل أن تبدأ بالفكرة. هذه القصيدة يعني تكاد لا تشرد عن وحدتها الموضوعية هو يتناول وحدة موضوع في هذه القصيدة فكرة الإخلاص في العمل تناول موضوع الحسين الفكرة الحسين القيمة هذا ما نحتاجه في قصائدنا الموكبية أن توافق بين العاطفة والفكرة والقيمة الحسينية الكبيرة للنهضة الحسينية على أي حال هنا بعض الوقفات البسيطة ربما ورد في البيت لو صدق رايد خدمته خل قلبك بلون حسين طبعا بلون حسين كلمة لون جميلة ولكن تحتاج إلى توظيف يعني أحيانا أنت تورد الكلمة ولكن لا تضيف إلى السياق شيئا يعني وهذا يعتمد على التوظيف توجد بعض الكلمات والمفردات الاعتناء باختيارها وتوظيفها أيضا ربما لو وردت في سياقات أخرى قد تكون مناسبة ولكن أنت تتعامل مع جمهور كيف الجمهور يتلقاها على سبيل التمثيل للحصر طبعا ولساني لو ما يذكرك يتوارد ويا القهوة هذا جميل كفكرة كصورة جميل ربما خارج الموكب جميل أيضا يعني في مجلس ما مثلا يعني اللسان الذي لا يذكر الحسين هو لسان مر ليس مبلل أو ليس مبللا بحلاوة وطلاوة اسم الحسين عليه السلام الفكرة جميلة ولكن هل سيتلقاها الجمهور في سياق الرثاء في سياق الحزن في سياق الشعر الذي تلاه قبل هذا البيت مثلا يقول قبل في نفس الشطر أو البيت يقول عطشان صدري لطمتك بس بعزائك يروى الله. جميل جميل جدا هذا المعنى هذا إضافة هذا من الأبيات
التي تشكل إضافة إلى السياقات. نعم. يقول بعدين مثلا عوف الخلاف بمجلسك، الفكرة جميلة، لاحظ معي المبنى بناء اللغوي، عوف الخلاف بمجلسك لا تخطأ تندم بعدين، حسين يعرف دم مالك غرض بالموزين، بالموزين. شوف التقطيع مالها، فضلا عن كون الكلمة ليست شاعرية. موفق جدا، وكتبنا الله وإياكم من زوار الحسين. يا الله، شكرا لجنة التحكيم ونادر السجاد، كل الموفقية والسداد لك إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في المواكب وليس هذا آخر المطاف. بارك الله فيك، تفضل. أعزائي المشاهدين والحضور الكرام، وصلنا معكم إلى الختام، وسوف نعلن أسماء المتأهلين بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. السلام على سيد الأتقياء، السلام على وارث الأنبياء. فاز الشهيد ونال العز والشرف، ونحن فزنا جميعاً ونلنا شرف الخدمة الحسينية، ونلنا العزة والكرامة بارتباطنا بسيد الشهداء وارث الأنبياء. أيها الأحبة، قبل أن أعلن النتائج، لاحظتم جميعا أن المنافسة شديدة وكبيرة، وأن الفوارق بسيطة جدا بين المتسابقين المتأهلين لهذه الجولة. وعليه فلجنة التحكيم واقعاً تحتار عندما تقابل هذه الأصوات وهذا الأداء وهذه الألحان وتلك الكلمات، يعني بلغتنا نقول كل يقول الزود عندي. وعليه أيها الأحبة، سأعلن أسماء المتأهلين الذين تأهلوا معنا، ثلاثة من الرواديد الخمسة الذين تنافسوا في هذه الأمسية بعد تقييم لجنة التحكيم، وهم سيد محمود المشعل، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. والثاني يوسف خليل حمادي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. والثالث مصطفى علي حفو، بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعاً أيها الأحبة، الدرجات جداً متفاوتة جدا، يعني ببساطة يعني كلش على قولتنا فاصلة نص درجة ربع درجة بين واحد وآخر، فلا يعني اقتضت المسابقة وشروط المسابقة أن يتأهل معنا ثلاثة، وهم هؤلاء الثلاثة الذين أمامكم، وإن شاء الله حتى بقية المتسابقين والمتأهلين في من الحلقة السابقة هم من المتأهلين لخدمة الحسين بلا شك. وعلى ذلك أيها الأحبة، نتمنى أن الجميع يشارك في المواكب الحسينية القادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة، وهي حلقة الختام إن شاء الله من التصفيات، طبعاً هي ختام المرحلة الثانية من التصفيات، وستكون الحلقتان القادمتان هما ختام مسابقة وارث الأنبياء، حيث سيلقي فيهما المتسابقون المتأهلون من فئة الأشبال والشباب كذلك قصائداً قديمة من العزاء البحريني. وحتى نلتقيكم، أستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عند العشية قال أخي أودعتك المولى ستمضي نسبيا وحدي الآن أقاسي وحشة الليالي بعدما قد قتلوا في لحظة رجالي وضيب حالي وحز رجالي ظلت وحدي بحيرة بعيني والي ظلت وحدي بحيرة بعيني والي اللي طلع مني المدينة عجبني هاي المقامات الأحرية مقام الحجاز مقام الصبر صراحة شرح القدم والأداب وصوت جميل وبنون قد بكت كالمؤمنون وبكت دنيا إمامي أصبحت ممتحنة ضاميا قرب الفراق عين القاه راح وي من عيوني ما رحيت وياه مو وكيت سافروني بعيد وتخلوني وحدي يا دنيا قد غدي يعني بنو يا دنيا في شيء يسمونه الصوت الكاذب الصوت الحقيقي هذا صوت